اليوم راح نبلش بضربة كلش مهمة اللي هي القلع. بالياباني اسمها شيتا تسوكي، شيتا يعني قلع، تسوكي يعني قبضة، فشيتا تسوكي، وبالانجليزي نسميه ابركات. مثل ما قلنا ترجع على الكوميتي او وضع القتال مالتك الفايت ستاند، ومن هناك راح تبلش الضربات. القلع ممكن تبلش بالمتقدمة او بالمتأخرة، قلنا كيزان كياك يعني كيزان كياك. زين، المستوى ما يعبر من خشمك اعلى، لان كتف راح يتأذى عندك، يصير عندك خلع او هيك شيء، فتلعب مستوى اصولها. اوكي، مستوى كتفك وين تضرب؟ بالكنتو. كنتو لازم نقوي، فراح اسوي لكم تدريبات شلون تقوي الكنتو. هاي تدريبات كلش بسيطه، ممكن تكون ما عايش ببغداد، ممكن تكون عايش بغير دوله، تقدر هسه تنضم للعائله عن طريق الاونلاين.